أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم في البلاغة، وسنبحث فيه معا الخبر والإنشاء. نقرأ الأمثلة. في المجموعة ألف: الشجرة مزهرة، كيف حالك؟ في المثال الأول: الشجرة مزهرة. هذا الكلام عندما نسمعه من شخص آخر فيقول لنا بأن الشجرة مزهرة، نحن الآن نستطيع أن نحكم على كلامه بالصدق أو الكذب. فإذا كنا نعلم بأن الشجرة مزهرة سنقول له نعم، إن الشجرة مزهرة. أما إذا كنا نشك في ذلك أو كنا على يقين بأنها غير مزهرة سنقول بأن هذا الكلام كذب. هذا الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، يعني نجوز أن نحكم على قائله بأنه صادق أو كاذب، نسميه الخبر. فهذه الجملة نسميها جملة خبرية بلاغة، لأننا حكمنا نستطيع أن نحكم على قائلها بأنه صادق أو كاذب. في المثال الثاني: كيف حالك؟ هذا الكلام لماذا نطرحه؟ نطرحه للاستفهام، فنضع علامة استفهام: كيف حالك؟ عندما يسألني شخص يقول كيف حالك، هنا لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه صادق أو كاذب، لأنه لا يخبرنا عن أمر ما كما في المثال الأول، بل هو يستفهم. لذلك هذا الكلام لا نستطيع أن نحكم على قائله بالصدق أو الكذب. فهذه الجملة نسميها جملة إنشائية. والجملة الإنشائية، الكلام الإنشائي، الأسلوب الإنشائي، لا نستطيع أن نحكم عليه بالصدق أو الكذب. فالكلام أو الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر هو كلام يحتمل الصدق أو الكذب، أما الإنشاء عكس ذلك، فهو كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب. إذن الكلام قسمان: الخبر أول هذين القسمان، أول هذين القسمين. الخبر هو كلام يحتمل الصدق أو الكذب. القسم الثاني ما هو؟ الإنشاء. ما هو الإنشاء؟ هو كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب. في المجموعة باء نقرأ الأمثلة: اصعد إلى المنبر لتكمل واجباتك ثم نخرج. أين كنت البارحة؟ يا طالب العلم هنيئا لك، لا تتكلم بشر، ليتك تحلو والحياة مريرة. في المثال الأول: اصعد إلى المنبر. هذه الجملة لا نستطيع أن نحكم على قائلها بأنه صادق أو كاذب، هو يطلب منا الصعود، لذلك نسميها إنشائية. يا ترى هذه الجملة كيف أتت صيغتها؟ أتت صيغة الأمر، أتت بصيغة الأمر، لأنها بدأت بفعل أمر: اصعد إلى المنبر. في المثال الثاني: لتكمل واجباتك ثم نخرج. أيضا هذه الجملة عندما يوجهها لنا شخص آخر أو نحن نوجهها إلى شخص، فإن هذا الكلام لا يحتمل أن نقول عنه بأنه صدق أو كذب، هو يطلب منا أن نكمل الواجبات ثم نخرج. أيضا هذه الجملة إنشائية. بما بدأت؟ بدأت أيضا بالطلب، ليس بفعل الأمر ولكن بالفعل المضارع الذي سبق بلام الأمر. الفعل المضارع، فعل الأمر بالإضافة إلى الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر نسميه أسلوب الطلب. فأسلوب الطلب أينما ورد هو أسلوب إنشائي،
لأنه لا يحتمل الصدق أو الكذب. أين كنت البارحة؟ هنا هذه الجملة كما نرى استفهامية، نسأل شخصا آخر أين كان البارحة. أيضا أسلوب الاستفهام هو أسلوب إنشائي، يا طالب العلم هنيئا لك. في هذه الجملة نحن نوجه النداء. أيضا النداء، جملة النداء تكون جملة إنشائية وليست خبرية، لا تتكلم بشر. في هذه الجملة نحن ننهى، استخدمنا لا الناهية والمضارع المجزوم. أيضا أسلوب النهي هو أسلوب إنشائي، ليتك تحلو والحياة مريرة. ماذا يتمنى الشاعر هنا؟ يتمنى أن يحلو محبوبه حتى إذا كانت الحياة مريرة. فهذا الأسلوب أسلوب التمني، أيضا أسلوب إنشائي. فأسلوب الأمر والمضارع المسبوق بلام الأمر والذي نسميه كله أسلوب الطلب مع النهي، بالإضافة إلى الاستفهام وإلى النداء وإلى التمني، هذه الأساليب جميعها أساليب إنشائية لا تحتمل الصدق أو الكذب. فنقول بأن الجملة الإنشائية ترد في أسلوب الطلب الذي هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، وتسمى إنشاء طلبيا. إذن الجملة الإنشائية ترد في أسلوب الطلب وهو الذي يحتوي على جميع هذه الأساليب. قلنا أسلوب الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. ماذا نسمي هذه الجملة؟ ونسميها ونسمي هذا الأسلوب إنشاء طلبيا، لأنه حصل عن طريق أسلوب الطلب. إذن أعزائي الطلبة، كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.